تحية طيبة لكم مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أصداء الحدث. ملف اليوم يتعلق بتداعيات سياسة الولايات المتحدة في المنطقة والعالم. يسعدنا في البداية أن نرحب بالدكتور سمير الخطيب عضو مجلس الشعب، أهلا وسهلا بكم. يسعد صباحك وصباح الأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. طبعا دكتور، كما نلاحظ ونترقب دائما سياسة الولايات المتحدة، يعني في كل يوم تخبطات جديدة، قرارات جديدة، يعني من ملف القدس لملف الجولان لملف الحرس الثوري الإيراني. طبعا يعني آخر ما تداعى من قرارات موضوع اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. نحكي شوي بداية عن السياسة الأمريكية بالمنطقة وأهدافها. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك. طبعا واضح تماما أن هناك قرارات ارتجالية، وتحديدا من الرئيس الأمريكي ترامب، غير مسبوقة، والبعض منها غير مسبوق في التاريخ. يعني القرار الأخير حول اعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية، هو يتحدث عن منظمة حكومية لديها تعداد عسكري حوالي 130 ألف مقاتل، لديها نشاط اجتماعي، نشاط ثقافي، نشاط سياسي، هي جيش ضمن دولة. هذه الحالة لم تحصل سابقا، هذه السابقة على مستوى التاريخ، وحكومة منتخبة من الشعب. وحكومة منتخبة من الشعب، وهناك عدد كبير، أكثر من مليون شخص ينتمي لهذه المنظمة ويقوم بأعمال اجتماعية وثقافية وسياسية. إذن هناك حرب طاحنة على هذه المنظمة. الغاية منها طبعا لها مجموعة من الغايات، مجموعة من الأسباب. قبل أن أدخل بالغايات والأسباب، دعني أتحدث أيضا سابقا أن يهدي رئيس دولة أرض لدولة أخرى محتلة، يلي هو قرار ضم الجولان. تمام. إعلان القدس عاصمة، أيضا عاصمة للكيان الصهيوني، أيضا قرار خطير. مجموعة من القرارات الارتجالية الخطيرة يترتب عليها العديد من التداعيات. قبل أن ندخل بتفصيل هذه التداعيات، دعنا نتحدث ماذا حقق ترامب. هذا جزء من الأسباب لما يحصل. ماذا حقق ترامب منذ وصوله إلى السلطة، إلى رئاسة الولايات المتحدة إلى الآن؟ ماذا أنجز من الملفات حقيقية تساهم في خدمة الولايات المتحدة؟ حروب ومشاكل وتصعيد في معظم إلى الآن لم ينجز شيء. كان لديه الملف الكوري، بقي الملف الكوري يراوح مكانه بعد كل الجهود التي تحدث عنها وأنه سيصل إلى اتفاق، ومع ذلك فشل في الملف الكوري. في الملف الصيني وأزماته الاقتصادية والسياسية حول تايوان وما يحصل في منطقة البحر الصيني، أيضا لم يحقق شيء. في سوريا لم يحقق شيء، في العراق لم يحقق شيء. يعني مجموعة من الأسباب دفعته أن يتجه إلى الملف الأكثر غنى سياسيا وممكن التعامل معه، باعتبار أنه استطاع أن يخلق له في المنطقة حلفاء، للأسف من العرب والمسلمين. تعتبر إيران هي الدولة العدوة الأولى وليست إسرائيل. من هنا بدأت هذه القرارات، باعتبار الحالة العربية، الحالة الإسلامية هي حالة مفككة، حالة ضعيفة. بدأت هذه القرارات لعل وعسى تحقق له مجموعة من الأهداف. أول هدف هو سياسي. نحن بالصيف عندنا انتخابات أمريكية، وبالتالي هو له مصلحة أن يقدم للوبي الصهيوني، يقدم للمسيحية الصهيونية، يلي تعتبر طبعا تعتبر دولة إسرائيل هي دولة فضيلة مسيحية يجب الحفاظ عليها يعني. طب. وبالتالي من الجانب السياسي هو يحقق شيء يخدم مصلحته، يخدم انتخاباته القادمة في فصل الصيف، ويحقق أيضا لحليفه نتنياهو المتراجع في الإحصاءات الانتخابية. ما استفاد عمليا نتنياهو؟ يبدو تراجع في الانتخابات. مجموعة من إسه حتى الآن إسه في تداعيات لم تظهر حتى الآن على الانتخابات هاي، لكن هو يعتقد أنه خدم نتنياهو وخدم أصبح عندنا أسباب سياسية تتعلق بالانتخابات الأمريكية والإسرائيلية. هذا واحد من الأسباب. الشق العقائدي حكيت عنه، هناك عقيدة موجودة عند الصهيونية المسيحية واللوبي الإسرائيلي الموجود في الولايات المتحدة، هناك عقيدة حقيقية تؤمن أن هذه الدولة هي تعمل على مواجهة المسلمين والعرب في المنطقة، ويجب دعمها بكافة السبل والوسائل. في الشق الاقتصادي وهو الأخطر، وبدأنا نلتمس تداعياته في الشق الاقتصادي بشكل كتير كبير. اليوم كل القوانين الاقتصادية التي تصدر الولايات المتحدة تستهدف بشكل عام، بشكل شامل حتى،
محور المقاومة. لو عدنا إلى هذه العقوبات لشفنا التركيز على حزب الله، على سوريا، ومؤخرا ما اكتفوا بالعقوبات السابقة على سوريا، أيضا عقوبات سيزر وقيصر وألزموا عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي أن تقاطع أشخاص وتحجز على أموالهم مما يتعاون مع الدولة السورية للحصول على بعض المواد والحاجيات للشعب السوري. حوالي 273 شخصية إلى الآن تم تصنيفها ووضع ضمن العقوبات. طبعا نحن بدنا نحكي عن الشق الاقتصادي يعني بجزء مهم من حلقة اليوم. عندي سؤال بيتعلق انه عن تأثير العقوبات على إيران كدولة، يعني شو ممكن يكون في تأثير على الحكومة الإيرانية، على القيادة الإيرانية؟ العقوبات تصنيف يعني الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية ممكن يكون في له تداعيات بالنسبة لكل الأمور الاقتصادية او السياسية. صحيح. شو ممكن يكون في تأثير؟ نحن شرحنا من هو الحرس الثوري الإيراني. هو حرس أنشئ بعد انتصار الثورة لحماية إنجازات الثورة والحفاظ على مكتسبات هذه الثورة، وهو مثل ما حكينا موجود في كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو يتعاطى مع الدول ويتعاطى مع عدد كبير في التعاملات الاقتصادية. طبعا أنت تعلم أن الأوروبيين لجأوا في التحايل على العقوبات واستخدموا مبدأ المقايضة وليس التعامل بالدولار. تمام. اليوم تصنيف هذا الحرس الثوري، تصنيفه كمنظم إرهابي سيجعل عدد كبير من الشركات ومن الدول من التوقف عن التعامل مع هذه المنظمة، باعتبار صحيح التعامل هو مع دولة إيران لكن هذه المنظمة كما ذكرت لها شركات اقتصادية ولها وتتعامل مع الغرب بالمقايضة في عدد كبير من البضائع والأمور الاقتصادية. الآن ستضطر هذه الدول للتوقف عن التعاطي مع هذه المنظمة، وبالتالي ستضطر حتى بمبدأ المقايضة لأن إذا انتبهت عندما تصنف اليوم أمريكا تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني وكأنه حركة داعش. تماما تنظر تتعامل معه بهالمقياس هذا، وبالتالي هناك خطورة لأي جهة تتعامل مع الحرس الثوري أو أي شيء تابع له. فبالتأكيد سيكون هناك تداعيات اقتصادية هائلة جدا على إيران، إضافة للعقوبات الموجودة. هي عاشت 30 سنة تحت العقوبات وتمكنت بعد 30 سنة أن تنهض من تحت ومن تأثير هذه العقوبات. لكن لو بنظرة شاملة قرأنا الخارطة عندما تحدثت عن عقوبات شاملة لمحور المقاومة، نرى أن هناك كل الحلفاء في محور المقاومة يتعرضوا لهذا الضغط، وبالتالي هناك أزية حقيقية، أزية اقتصادية حقيقية. يعني إن كان حزب الله، إن كان سوريا، إن كان إيران، إن كان حتى لو هناك توجه اليوم أن قسم من المنظمات في العراق يتعامل مع الحرس الثوري الإيراني سيعتبر أيضا ضمن قائمة الإرهاب. وفي تلميح بخصوص الحشد الشعبي اللي هو كان عم يساند الجيش العراقي بشكل كتير كبير وساعد بشكل كتير كبير للقضاء على داعش بالعراق. اليوم هو فصيل مقاوم. تمام. وهو ملتحق بمحور المقاومة. يعني بمختصر مفيد، لو سألنا ما هو السبب الرئيسي سنجد فشل السياسي الأمريكي في ملفاته. واحد، مثل ما حكينا، أسباب الانتخابات إلى علاقة بالشق الاقتصادي الغاية تدبير محور المقاومة اقتصاديا شئنا أم أبينا. محور المقاومة اليوم في المنطقة يبني استراتيجي ويرسم سياسي للمنطقة، والكيان الصهيوني يدرك هذه الحقيقة. طبيعة الحرب، طبيعة المعركة تبدلت. اليوم بما تملك أنت من قوة نارية صاروخية مؤثرة فأنت ممكن أن تخوض حرب وتنتصر فيها بنسبة معينة قد لا يتحملها الكيان الصهيوني. من هذا المنظر ومن هذه الزاوية ستعمل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مع هذا التفكك العربي الهائل جدا والخلافات العربية، ستعمل لتبقى هذه الدول مشرزمة مفككة، وإسرائيل هي الدولة الوحيدة القوية في المنطقة. تمام. وهذا المحور الآن الضغط عليه اقتصاديا الغاية منه ادخاله في مشاكل داخلية اقتصادية شعبية، وتفكك هذا المحور جميل جدا. كان في رد من القيادة الإيرانية يقول بتصنيف أيضا القيادة المركزية الأمريكية والقوات الموجودة في المنطقة وخاصة في آسيا أيضا كمنظمة إرهابية. يعني تأثير هذا الكلام في الإعلام أو القرار اللي أخذته القيادة الإيرانية، هل يمكن أن يكون هناك تأثير
يعني جيد لهكذا؟ هلا هو مبدأ التعامل بالمثل. إيران دولة عندها اعتداد بالنفس، عندما يطبق عليها أي عقوبة أو أي قرار تتخذ هي مبدأ التعامل بالمثل. لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة في كل ما 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 قامت به من إجراءات اقتصادية ومن إجراءات بكل سياسي، لا أعتقد أنها ذاهبة إلى حرب. عندما تهدد إيران تهدد القواعد الأمريكية في الخليج وهي تحت مرمى الصواريخ الإيراني. طيب. وهناك مشكلة كبيرة في خوض أي حرب الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. أنت تلاحظ كل الرؤساء يحاولون الابتعاد عن زج القوات الأمريكية في حرب مباشرة. اليوم صحيح أمريكا تملك القنبلة النووية وتملك القوة العسكرية، لكن هذا يحتاج إلى تشريعات بالكونغرس ويحتاج إلى قرار بالبنتاغون ويحتاج إلى المجموعة من الإجراءات. لا أعتقد أن هناك أي رئيس، لا ترامب ولا غيره، جاهز للخوض والدخول في هذه المعركة طالما هناك بديل. طالما هناك بديل حرب الوكالة، حرب الوكالة. واليوم صحيح هي دول نووية، عندما نتحدث عن القنبلة النووية ونتحدث عن القنبلة الداعشية نجد أن القنبلة الداعشية أقل كلفة، أكثر تأثير على المدى البعيد، أكثر تدمير للشعوب الإسلامية والمنطقة بأكملها، وبالتالي هي لا أحد يستطيع أن يقول أنا سأستخدم القنبلة النووية. صحيح يملكون هي قوة رادعة أكثر ما هي قوات تستخدم ل صار زمن الحرب الوكالة، صار ما بس زمن تجير بعض الفصائل، لا أحد يتجرأ على استخدام قنبلة نووية لأنه هذا مكلف سياسيا ومكلف سياسيا ومكلف بكل الاتجاهات. حتى تأثير القنبلة النووية يكون عندما تسقط قنبلة نووية على مدينة تؤثر بهذه المدينة. طيب إذا كان عندك بديل في هالمنطقة قنبلة داعشية بتأثر بكل المدن، بتأثر بكل الشعوب وبالعقائد وبالنفوس وتدمر كل شيء، لماذا تستخدم قواتك وتستخدم أسلحتك؟ لا داعي. طيب. هناك من يقوم بواجب الولايات المتحدة بديلا عنه في المنطقة ويؤدي واجبه على أكمل وجه، يدمر بالمدن بالدول بالشعوب بالنفوس بكل شيء، وبالتالي هي لن تذهب الولايات المتحدة بعيدا في هذا القرار. هذا الرد الإيراني هو من باب أننا نحن سيكون لنا إجراء عسكري إذا قمتم بأي إجراء عسكري من باب أنتم، نحن اتهمتونا بالإرهاب وأنتم إرهابيين. هو دليل قوة أيضا، دليل القوة. إذا ضربنا سنضرب. أنتم تصنفون إرهابي ونحن نصنفكم إرهابي. طيب. دكتور، سنتابع جولة على أهم ما جاء في الصحف والمواقع الإعلامية الدولية لهذا الأسبوع ثم نعود نتابع مشاهدينا ولا نعود. أهلا بكم إلى جولة جديدة نقلب فيها صفحات الصحف العربية والعالمية وأبرز ما جاء فيها، ونبدأ من النهار. يلعب دونالد ترامب بالعالم، بخرائط العالم، بدءا من الشرق الأوسط الضعيف. إنها لحظة وراثة لجيوبوليتيك هش منذ الحرب العالمية الأولى، انكشف عام 1948 ثم انكشف عام 1967 ولا زال ينكشف. فكل كيان في المنطقة بخطر لمواجهة حقيقة تبلور تحول إسرائيل إلى الدولة الأكثر تماسكا في المنطقة، يجب أن تحيطها أشلاء دول ومجتمعات، لا دول ومجتمعات. وجاء في فورن أفيرس: تزداد عدم رغبة أمريكا بالالتزام بتدخل عسكري كبير مفتوح في الشرق الأوسط، لذلك فإن احتواء إيران قد يكون هو الخيار العملي الأفضل، خاصة وأن إيران لا تشكل تهديدا وجوديا لأمريكا. وفي ظل غياب تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية، فإنه يصعب تخيل استراتيجية أمريكية عسكرية ضد إيران أكثر من استخدام شركاء إقليميين. أما في ديبيكا جاء فيها: مع إعلان الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، سيكون لهذا القرار تبعات خطيرة على الشرق الأوسط، خاصة في سوريا والعراق، وستكون السابقة الأولى التي يعلن فيها ذراع عسكري لدولة أجنبية كمنظمة إرهابية، مما حدا بإيران إلى توجيه تهديدات مباشرة إلى الولايات المتحدة،
سواء للقوات في الشرق الأوسط أو للجيش الأمريكي برمته. ونقرأ من American Conservative: من المحتمل أن تطبق وزارة الخارجية الأمريكية خططا طرحها بومبيو تقضي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني وبعض المجموعات العراقية تنظيمات إرهابية، إلا أن هكذا تصنيف قد يعطي ذريعة للإدارة الأمريكية لبدء أعمال عدوانية ضد إيران، لكنه ربما يثير هجمات على القوات الأمريكية المتواجدة في العراق ومناطق أخرى في الشرق الأوسط. ونتابع مع American Conservative أيضا: رفضت الحكومة العراقية مساعي أمريكية لإجبارها على الانضمام إلى حملة للضغط على إيران، وإذا بدأت واشنطن فرض عقوبات على مجموعة عراقية مرتبطة بها، فإن الحكومة العراقية ستمتنع عن التعاون مع واشنطن على أي شيء كرد على ذلك. وجاء في تايمز: تقترب السعودية من استكمال مفاعلها النووي، مع إنها لم تحصل على موافقات الأمم المتحدة، مما يثير مخاوف من سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط. ويخشى بعض المحللين ونواب الكونغرس من أن السعودية تخطط لسباق تسلح نووي مع إيران بعد أن عبرت عن غضبها من عقد أوباما اتفاقية نووية مع طهران، وقالت إن إدارته تركت إيران حرة لتطوير القنبلة النووية. أما فورين بوليسي فجاء فيها: بدأت دول خليجية كانت تتصدر المشهد للدفاع عن القضية الفلسطينية بالتراجع عنها ورسم علاقة جديدة بينها وبين إسرائيل كجزء من تغيير أكبر تسعى إدارة ترامب إلى تصدره، ويتمثل في دخول الدول العربية في تحالف مع إسرائيل ضد إيران. ويرى البيت الأبيض أن صفقة سلام مخففة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي جزء من هذه العملية. ونقرأ من موقع لوبي لوج: إنكار حقيقة احتلال الجولان يضيف إلى سجل ترامب الطويل من السياسات التي أضرت بالشعب السوري، فقد استغل الوضع الحالي في سوريا لتبرير التحول في السياسة الأمريكية، إضافة إلى أنه يسعى في ميزانية العام المالي لعام 2020 إلى إلغاء أي تمويل أمريكي للاستقرار في سوريا، على الرغم من دور أمريكا في تدمير البنية التحتية الحيوية في الرقة. ننتقل إلى أوبزيرفر، والتي جاء فيها: فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أهم مهامه، وهي الحفاظ على أمن إسرائيل، لذلك فهو مطالب بالرحيل فورا. أما احتمال خروجه منتصرا من الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء، فسوف يسعد مؤيديه اليمنيين وصديقه في البيت الأبيض دونالد ترامب، ولكن هذا الاحتمال يثير القلق لإسرائيل والشرق الأوسط ككل. أهلا بكم من جديد. دكتور، كما لاحظنا وتابعنا خاصة في صحيفة النهار أنه الولايات المتحدة تلعب بخرائط العالم خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط، وهذا الموضوع يبدو هو وراثة من الأجيال السابقة من القيادات الأمريكية. يعني بس هذا الموضوع انكشف عدة مرات ب48 وب67 وب73 بعدة مناسبات انكشف. في هون ملاحظة مهمة بما جاء في الصحيفة أنه الهدف الرئيسي أنه هو تحول إسرائيل للدولة الأكثر تماسكاً، أما باقي الدول يتحولوا لأشلاء دول ولأشلاء مجتمعات. الدول العربية وخاصة التي تقترب كثيراً من الولايات المتحدة وإسرائيل، ألم تشعر بهذا؟ هلأ أنا حكيت قبل قليل عن أنه كل ما يحصل الآن هو من أجل أن تبقى إسرائيل دولة قوية وتتفكك المنطقة. هلأ عقلية المؤامرة أو نظرية المؤامرة، أنا شخص يؤمن بنظرية المؤامرة. طالما الإنسان عبر التاريخ يسعى للسيطرة على الطبيعة وعلى الموارد فهو دائما وأبدا نظرية مؤامرة قائمة. لكن السؤال، هذه الأمة تتعرض إلى المؤامرات من الأربعينات مثل ما تفضلت هلأ عم بتك النكسة 48 و67 طبعا من ضمنها طبعا وعد بلفور وحرب العدوان الثلاثي على مصر، الاجتياح لبنان، يعني كل هالجرائم وهالمؤامرات اللي صارت على الأمة. نحن العرب وين؟
هذا السؤال، السؤال حتى تبقى إسرائيل قوية لازم نكون احنا ضعف. من كل المنطقة ظهر محور المقاومة وتبنى وجهة التصدي للكيان الصهيوني، وهو الآن يدفع ثمن هذه الفكرة. لو كان هناك محاباة لهذا الكيان، لو كان هناك سير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، لما رأيت كل هذا الضغط ولما رأيت كل هذه الحروب التي تحصل على دول محور المقاومة. إذن فعلا المخطط الأساسي، وإسرائيل كما ذكرت هي الآن فعلا هي في مشكلة، يعني بعد كل هذه الحرب وبعد كل هذا الربيع العربي، إسرائيل اليوم وضعها أسوأ مما كان قبل الربيع العربي نتيجة تقدم هذا المحور المقاوم ونتيجة تماسك هذا المحور وبما يملك من أدوات لمواجهة الكيان الصهيوني. فعلا هو السعي الأساسي هو اللي تبقى إسرائيل قوي والباقي مشرزم ومقسم وبعيد كل البعد عن نقاط القوة، منعه من الحصول على نقاط القوة إن كان بالضغط السياسي، بالضغط الاقتصادي، بالضغط العسكري، تحت أي ظرف. طبعا الدول، ما رح نقول كل الدول العربية، قسم من الدول العربية متخاذل مع السياسة الأمريكية، متصالح مع إسرائيل إن كان من تحت الطاولة أو من فوق الطاولة. نلاحظ يعني بالنسبة للحكومة العراقية في يعني شيء منفرد بعيد يعني وسطي، لكن كما ذكرت بعض الصحف أنه الحكومة العراقية حاليا عم ترفض مساعي أمريكية لإجبار على الانضمام على حملة الضغط على إيران، صح، وربما على سوريا أيضا، صح. طيب إذا بدأت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على بعض المجموعات العراقية المرتبطة مباشرة بالجيش العراقي أو بالحرس الثوري، يعني ممكن الحكومة العراقية تمتنع عن هذا الأمر بس يصير في مشكلة ما بين العراق والولايات المتحدة ويؤثر ذلك على الوجود الأمريكي في العراق؟ أبدا، العراق ليس لديه خيارات واسعة، وهو يدرك كلما خرج من مأزق ستدخل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في مأزق آخر ليبقى ضمن الدول الضعيفة في المنطقة. ليس له بديل إلا أن يتعامل مع الدولة الجارة والصديقة والتي وقفت إلى جانبه خلال الحرب وخلال التصدي لداعش والمجموعات الإرهابية في المنطقة. العراق خيار واضح، مصالحه الاقتصادية، مصالحه السياسية تقتضي أن يكون على تواصل مع المحيط، سواء مع سوريا ولا مع إيران، وإلا سيتم الاستفراد دولة بكل دولة في المنطقة على حدة، وبالتالي نزع منها أي نقطة قوة إن بقي نقاط قوة وتدفع الثمن مع المجموع لكن بشكل منفرد. إذن العراق أمامه حل وحيد هو التعامل مع المحيط وتعزيز العلاقات الاقتصادية إلى أقصى حد ممكن. طيب فيما يتعلق بالسعودية، هلأ ذكرت صحيفة التايمز أنه هلأ السعودية معروف بالنسبة لنا أنه هي عم تبني علاقات مع الكيان الصهيوني، مع الولايات المتحدة. الكيان الصهيوني بيجوز أيام تحت الطاولة أيام من فوق الطاولة. حاليا أيضا توجه القسم الأكبر من دول الخليج أنه الصراع مع إيران وليس مع الكيان الصهيوني، العدو الأول إيران كما ذكرت حضرتك. ذكرت التايمز أنه السعودية عم تقترب من استكمال مفاعل نووي. طبعا هذا المفاعل النووي مثله مثل بعض المفاعلات النووية لبعض الدول اللي الأمم المتحدة والغرب بيعترض عليها، ممكن يصير سباق تسلح بالمنطقة؟ هلأ أولا نحن بألسنة القاضي في الخليج، إذا سميناهم قاضي حكام الخليج، بعيدين كل البعد أن يكونوا قاضي، بألسنة حكام الخليج هم يقولون من دفعنا للاعتداء على سوريا ودعم الإرهاب ودفع الأموال هي الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذه الدول هي لا تملك قرار لا صناعة أسلحة نووية ولا تملك قرار في أي تعاون مع الدول المحيطة فيها إلا من خلال الولايات المتحدة الأمريكية والمخابرات الأمريكية. هي منزوعة مسلوبة الإرادة، لا تملك القرار، وبقائها مرتهم بوقوفها إلى جانب إسرائيل. حكام الخليج هذه هي القاعدة التي على أساسها هم باقون في الحكم. حتى من الأربعينات من أيام روزفلت كان الاتفاق الحكم مقابل أمن إسرائيل، بعدين أولا كان النفط، بعدين الحكم النفط وأمن إسرائيل مقابل بقاء كل حكام. فهم اختاروا هذا الطريق بالغصب، ليس لهم لا حول ولا قوة في اختيار أن تكون إيران هي الدولة العدوية رقم واحد. هذا أمر مفروض
إن آمنوا به أم لم يؤمنوا به. طب ممكن دكتور هذا الشيء يكون لسبب إنه دفع الولايات المتحدة السعودية لإقامة حرب مع إيران، مثل ما تفضلت وذكرت بحديثك إنه الولايات المتحدة ما رح تقيم حرب مباشرة، بدها موافقة كونغرس وبنتاغون وغيره، وأكيد ما حيوافقوا لحتى يدفعوا بقواتهم وبأبنائهم للحروب. ممكن يعملوا حرب بالوكالة السعودية وبعض العملاء بالخليج يحاربوا إيران؟ حرب بمعنى الحرب في النقل، كل ما سيحصل هو ضربات. هلا اليوم أنت لما يتم تسمية الحرس الثوري إرهابي، هو موجود بالعراق، موجود له بعض منظمات في سوريا، يعني له امتدادات في لبنان حتى. يتم هنا أعطينا الكيان الصهيوني الزريعة المطلوبة ليقوم هو بالاعتداءات المتقطع وليس من خلال حروب متواصلة. يقوم بضرب منطقة، تجمع سلاح معين، مستودعات. لكن الآن أعطت الولايات المتحدة للكيان الصهيوني كل الزرائع للقوم بهذه العمليات العسكرية بدعوى أنه يحارب الإرهاب تحت هذا العنوان يعني. لكن أنا اللي بشوفه أنه هذا المحور برغم كل الظروف الصعبة اللي عم بيمر فيها ليس لديه خيارات واسعة، خياره الوحيد أن يبقى متماسك. بالنسبة للخليج وللسعودي أنه نعطيكم مفاعل نووي وندعمكم بالمفاعل النووي، صدقني لن يسمحوا للسعودي أن تحصل على أي شيء نووي. طيب. وإنما كل ما يجري الآن كل ما يجري الآن هو إعلامي بحت لدعم حكام الخليج إعلاميا أننا نعطيكم مفاعلات نووية. طبعا من يعتقد، طب من يضمن أن تبقى هذه الأسرة الحاكمة هي من تتحكم بالخليج، هذه الأسرة الحاكمة، ولا تقع هذه الأسلحة النووية بأيدي قادة جدد متمردين على هذه؟ طبعا. أحد يضمن هذا الموضوع؟ وبالتالي لا يمكن أن يقدموا لهم. لكن تسعير الحرب بين دول الخليج وإيران هو قائم على أكمل وجه، وليس لديهم خيار، إما عدوكم الأول هو إيران وأما لن تبقوا في الحكم. طيب ممكن هلا نحن مثل ما تفضلت وحكيت ضربات عسكريه محدوده، حرب سياسيه وحرب اقتصاديه. الان الحرب الاقتصاديه يمكن وصلت للذروه تجاه سوريا وايران، اتجاه المحور بشكل كامل شاملي. هلا يعني موقف مصر الى اين؟ يعني الضغوط على سوريا اللي هي ضمن محور المقاومة، القوات الأمريكية الموجودة في الخليج تمنع البواخر ونواقل النفط من الوصول إلى المياه الإقليمية السورية. أيضا سمعنا من خلال وسائل إعلامية متعددة أن مصر أيضا تمنع مرور أي بواخر أو نواقل للنفط عن طريق قناة السويس إلى سوريا. طيب توجيه الولايات المتحدة تؤثر على دول الخليج، دول الخليج معروف أنه تابعة، مصر إلى أي حد تابعة أيضا للولايات المتحدة حتى يعني عم تمشي مع الإملاءات؟ مصر التي يجب أن تكون هي دائما قائدة الأمة العربية اليوم هي خارج هذا الدور. الدور المصري بدلا أن يكون هو الدور الرئيسي في لملمة شمل هذه الأمة، اليوم هو خارج هذا الأداء. هو مرهون لظروف اقتصادية، مرهون لظروف سياسية، يتحكم بالقرار السياسي في مصر الوضع الاقتصادي. اليوم أي جنوح باتجاه لملمة أو مساعدة أو الوقوف إلى جانب الدول سواء العراق أو سوريا من قبل المصريين بأي قرار سياسي سيكون مكلف بالنسبة للحكومة المصرية. ستنقطع عن المساعدات الخليجية، سيكون هناك موقف أمريكي تجاه القيادة المصرية، وبالتالي هو مرهون. أيضا هو مرهون ظروفه الاقتصادية. هذا مبرر للمصريين دكتور؟ يعني أهل سوريا دولة تعرضت للحرب، 83 دولة والبنى التحتية تأثرت بشكل كبير، الاقتصاد تأثر، ومع ذلك يعني سوريا والقيادة السورية ما زالت على مواقف مبدئية جيدة. نعم. طيب مصر لم تتعرض لأي حرب، يعني طيب الخوف على ماذا؟ طيب مصر إمتى ما على موقف؟ من قبل الحرب على سوريا. تمام. مصر مرهونة للخليج، لأموال الخليج، وعنده ظرف اقتصادي خانق جدا. إذا كان إذا جنحت بأي اتجاه، باتجاه محور المقاومة أو باتجاه سوريا أو باتجاه العراق لتقوية العلاقة ولمساعدة القوات السورية، مع العلم أن أقول لك وأنا على يقين وأنت على يقين، يجب أن تكون على يقين،
أن سبب من أسباب سقوط الإخوان المسلمين في مصر هو صمود سوريا. تمام. لو لا قدر الله لو سقطت الدولة السورية لاجتاح الإخوان المسلمين سوريا والمنطقة بأكملها وبقي الإخوان في الحكم. نحن من أعطى الفرصة للبصريين ليتمكن الجيش من القضاء على بصمود الشعب السوري وصمود قواتنا المسلحة الباسلة. نحن أعطيناهم الفرصة للقوات المصرية تتمكن من إسقاط الإخوان المسلمين، ومع ذلك ماذا كان الرد الجميل من قبل المصريين؟ لا موقف مصري على مستوى العلاقات، على مستوى تأشيرة الدخول في مشكلة عند المصريين، حتى أموال طيب مبالغ طائلة إذا كان هناك سوري يريد الدخول إلى مصر. طيب. وهناك تعقيدات هائلة جدا لدخول أي مواطن سوري إلى مصر، والمواقف المصرية دائما مواقف عائمة. ونحن نعلم أن الشعوب بالمحصلة الشعوب العربية ليس لها رأي، لا هي ولا برلماناتها، ولا برلماني بقول لك يعني دائما وأبدا. نحن نلاحظ البرلمانات غير الحكومات، يعني قد تجد الشارع العربي بأكمله معك لكن الحكومة ليست معك، وبالتالي أنت لا تقدم ولا تؤدي، يعني رأي الشعوب ليس هو المعمول به. سنتابع دكتور، وهذا يحزننا بالنسبة لمصر. نحن نعتبر مصر الشقيق الأكبر والشريك التاريخي، لكن للأسف الشديد إلى الآن نحن ننتظر من مصر، ودائما طيب. سوريا ومصر يعني عبر التاريخ معروف التقارب والوحدة، كنا دولة واحدة يعني. طيب. سنتابع الحديث بعد متابعة جولة ثانية على الصحف. نتابع مشاهدينا ولا نعود؟ ونتابع معكم ما جاء في الصحف والمواقع ونقرأ من الأخبار. لم يكن الوقت الإضافي الممنوح لأنقرة منفصلا عن تقلبات الموقف الأمريكي المعلن في شأن مستقبل الوجود العسكري في سوريا، والذي لا تخفي روسيا وإيران وتركيا تنسيقها العالي المستوى حوله. ولا شك في أن ضامني الستان الثلاثة يتشاركون الرغبة في رؤية الجنود الأمريكيين خارج الميدان السوري وإن تباينت أسبابهم. وبينما أكدت روسيا وإيران أن عودة القوات الحكومية إلى الجزيرة سيكون الحل الأفضل إذا ما تم الانسحاب الأمريكي، ولفتت تركيا إلى أن الجانب الأمريكي أوضح أنه لن ينسحب لحساب عودة قوات الجيش السوري. ونتابع مع الأخبار. وعلى رغم نجاح واشنطن في كبح جماح التصعيد الميداني بين تركيا ووحدات حماية الشعب على طول خطوط التماس بين منبج والمالكية خلال الأشهر الماضية، فإن ما يخرج من معطيات يؤكد غياب توافقات منجزة بين الجانبين التركي والأمريكي حتى الآن، إذ لا تزال تنتظر تركيا من حليفتها تسليمها قوائم باسم الإدارات المحلية في منبج لفحصها والتوافق على الأسماء الواردة فيها، بينما يبدو مشروع المنطقة الآمنة عالقا ضمن إطار نظري مع غياب رؤية مشتركة بين مؤسسات البلدين المعنية أو بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين. وجاء في الأخبار أيضا، يرجح أن تكون زيارة السيسي القريبة إلى واشنطن هي بهدف إبلاغ الرجل بالتفاصيل النهائية لصفقة القرن قبل إعلانها وبدء تنفيذها. فنظرة سريعة على اللقاءات والجولات الأخيرة في المنطقة تظهر أن الموعد حان أخيرا لينكشف الوجه النهائي لبنودها التي لا تزال تعرض على السيسي وغيره. أما نزا في سمايا فقد جاء فيها، ليس البنتاغون على عجلة من أمره لسحب وحدته من سوريا، بل ويتجاهل مطالب أنقرة بهذا الشأن. وسيبقى جدول الانسحاب متقلبا ويعتمد على العديد من العوامل. فبالدرجة الأولى يراهن البنتاغون على إحلال جنود تابعين للحلفاء الأوروبيين محل جنوده، ويسعى للحصول على ضمانات أمنية لمرعيه الأكراد من القيادة التركية، وهذا أمر يصعب تحقيقه. أما الأهرام فجاء فيها، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان والاعتراف بالقدس ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والشرعية الدولية وصورة الولايات المتحدة التي تضررت بسبب سياسات ترامب، سواء بإشعاله الحروب التجارية أو قراراته المنحازة
أو الانسحابات الفردية من الاتفاقات الدولية، كلها سياسات تقود إلى إشاعة الاضطراب بالعالم. وفي موقع ستراتفور، تحولات جيوسياسية في العالم تساعد في التباعد بين أمريكا والسعودية، حيث يتطور النظام العالمي بعيدا عن هيمنة أمريكا نحو الصين. وكذلك فهناك إعادة تشكيل أساسية لأسواق النفط والغاز العالمية التي بنت عليها السعودية ثروتها وقوتها لعقود. وبما أن كلا البلدين يتكيفان مع هذه التغيرات، فعلاقتهما الاستراتيجية المشتركة ستتطور بعيدا عن أسس النفط ومكافحة الإرهاب والرغبة المتبادلة لاحتواء إيران. ومن المحتمل ألا تتماشى أولويات البلدين المستقبلية كما كانت في العقود الماضية. والختام مع صحيفة الخليج، لم تعد واشنطن ترامب تكترث بالقانون والشرعية الدوليين، ولا هي ملزمة بكل ما وقعه رؤساء أمريكا. مبدأ ترامب في السياسة الخارجية يقوم على السلام المبني على القوة وجواز الاحتفاظ بأراضي الغير المحتلة بالقوة الغاشمة، علما أن إسرائيل ينتابها إحساس عميق بفائض القوة وتستهدف دول الجوار القريب، وليس مستبعدا أن تستهدف دول الجوار البعيد. اهلا بكم من جديد دكتور. يعني الازمه بسوريا بلشت بحرب شبه عسكريه او عسكريه تماما، يعني عسكريه وسياسيه، الان يعني التركيز على حرب اقتصاديه مختلفه تماما، يمكن مع عصريتها سوريا من الثمانينات ويمكن اصعب. طيب هاي الحرب الاقتصاديه، انه منع ناقلات النفط من العبور من قناه السويس، الدخول للمياه الاقليميه السوريه، حصار سوريا من عده جهات، هاي الازمه لوين؟ هلا خلينا نحكي بصراحه، العمل العسكري بسوريا فشل الى حد ما. تمام. يعني بنسبه 70-80% فشل العمل العسكري لاسقاط الدوله السوريه وتقسيم سوريا. هذا صار من المسلمات فيه، أن تمكن الجيش والشعب بصموده مع القائد، تمكنوا من دحر هذا العدوان العسكري بنسبة 70%. طيب هذا الطرف المعادي يلي قدم مليارات الدولارات والمسلحين والسلاح والعتاد واللوجستيات كلها، هو لديه مشروع في المنطقة. هذا المشروع هزم حقيقة، هزم بنسبة كبيرة جدا. طيب هل يخرج من المنطقة معلن فشله في المنطقة بشكل كامل؟ أكيد لا. هلأ لما فشل المشروع العسكري، كل المتربصين بالدولة السورية وجدوا أنه لابد من الانتقال لمرحلة أخرى ربما تكون مؤثرة جدا. دولة 8 سنوات من الحرب منهكة اقتصاديا، بناها التحتية قسم كبير منها مدمر، بحاجة لإعادة أعمار، بحاجة للكثير من المواد الأولية، عندها معاناة هائلة جدا. فانتقلت الحرب إلى الشق الاقتصادي. أنت بتعرف العقوبات على سوريا هي قبل الحرب موجودة، لكن العقوبات الجديدة اللي هي الأصعب والأقسى كانت كتير كتير بعدها سيكون له تأثير على محور المقاومة بشكل عام وسوريا بشكل خاصة قانون قيصر أو سيزار. سيزار وقيصر يعني بعده الأمور صارت أصعب، وعقوبات أشخاص حتى الأفراد. يعني تصور أي فرد في الجمهورية العربية السورية يستورد مادة، حتى حليب أطفال ممنوع. لذلك هذا الضغط الاقتصادي سيكون له تداعيات، ونحن عايشين تداعيات قسم كبير منه. لكن أنت أمامك خيار، وهذا نداء بوجه لأهلنا بسوريا، وأنا بالأخير مواطن مثل هالمواطنين. يعني طب صح ولا عندي معاناة اقتصادية وعندي ظروف اقتصادية صعبة مثل هالمواطنين. أنا بدي أسأل سؤال، كل هذا الصمود المشرف وكل هالتضحيات الهائلة جدا، كيف بدنا نتحمل ونحافظ عليها؟ يعني اليوم أعداء سوريا عم يلعبوا لعبة هي الأخطر والأسوأ، أنه هاي الدولة اللي صمدوا، هاي البيئة الحاضنة يلي قاتلت هذا المحور المعادي لسوريا واللي ضحت بأبنائها وقدمت الكثير، كيف يمكن أن نقلبها على الدولة السورية؟ كيف ممكن استخدامها كوسيلة ضغط على الدولة السورية؟ يعني ننتهي من موضوع السلاح، بيكون نتيجة المعاناة الهائلة عند المواطن، بندفعه على الشارع،
مندخل سوريا في مشكلة أكبر بكثير من المشكلة العسكرية. هلا العمل هون، هلا نحن دورنا كمواطنين وكنخب جامعيين وأعلاميين، دورنا دائما وأبدا ننبه عن خطورة الموضوع. كل هالتضحيات ما بيجوز ولا بأي شكل من الأشكال أن تمس. يعني أنت قدمت كل شيء، بدنا نتحمل، نعم بدنا نتحمل، ظرفنا قد يكون أصعب، نعم قد يكون أصعب، لكن ليس لدينا خيار سوى الصمود من أجل كرامة سوريا. لا قدر الله لو نجح هذا الحصار الاقتصادي في محاولة تخريب نفوس البعض في سوريا، فسنكون في مشكلة أكبر بكثير من المشكلة العسكرية، وسوريا لا تحتمل. وأنا أتمنى دائما أن نحن يكون عندنا وعي أكبر. هناك بعض من يدس السم، وخصوصا بمواقع التواصل الاجتماعي، ويتحدث بأساليب كتير كتير يعني للأسف قذرة وتؤثر على نفسية المواطن. الدولة تقول نحن في مأزق اقتصادي، الدولة تعاني. طب نحن يمكن بحاجة لتوضيحات وتصريحات أكبر من الحكومة للمواطن، هذا الموضوع حكى عنه السيد لحتى أنه نحن نعادل هاي التصريحات اللي عم تنزل بوسائل الإعلام أو وسائل التواصل. دائما الأكثر من التصريحات وتطمين المواطن كويس. ممكن يخفف كويس. والمواطن بيتحمل بس يكون صريحين معه. صحيح. يعني اليوم نحن الخلل لما حكى السيد الرئيس عن الخلل في أداء السلطة التنفيذية، في الأداء المشاكل قائمة، المعاناة قائمة، لكن أداء السلطة التنفيذية في عليه خلل. ونحن دائما بمجلس الشعب وأنا شخصيا حتى بالإعلام دائما أتحدث وأقول على السلطة التنفيذية والحكومة أن تتعامل مع المواطن ليس كمتلقي أزمات، وإنما كشريك في الوطن. قدم كل شيء، يجب أن يتم التوضيح بشكل دائم على كل إجراء يحصل في سوريا، على كل خلل، على كل معاناة. يجب أن يكون هناك تواصل مع المواطن كي يعلم المواطن حقيقة ما يحصل. أنا على ثقة تامة من ضحى بابنه، من ضحى ببيته بممتلكاته، لن سيتحمل ولن يكون لديه مشكلة عندما يدرك أن الدولة تحارب بهذا الشكل الغاية منها أخضاعها وتقسيمها وإذلال شعبها، إلا إن أنه سيصمد وسيواجه عندما يكون شريك. وهذا الموضوع تحدثنا فيه تحت قبة البرلمان كثيرا وعلى شاشات التلفزيون، ودائما نحن عمده كونوا شركاء مع المواطن، أعلموا المواطن. يدرك عندما يدرك المواطن أن ما يحصل هو شغل الكيان الصهيوني وأمريكا وأعداء سوريا، الغاية منه تجويع المواطن ليذهب إلى الشارع ويقوم بإشكالات ومشاكل ومخالفات. طب لماذا، سؤال، لماذا لم يحصل هذا الربيع العربي بشكل عنيف وقاتل إلا في الدول العربية؟ نعرف مو سؤال هذا يعني. طبعا اكيد. لذلك احنا بدنا هون بدنا ننتبه. هلا البعض يمكن يا اخي يعني هذه مزاود، لا انا ليست مزاوده، خيارنا صمود التضحيه بعد كل اللي سويناه. خلونا نكمل مشوار مصر. طيب نحن وقتنا انتهى، بس كلمة بشكل سريع، يعني كيف تطمن المواطن؟ في آليات للحكومة، كونه حضرتك عضو مجلس شعب وعلى اطلاع أحيانا بآلية عمل الحكومة، في شيء آليات جديدة نطمن فيها المواطن ممكن تعمل الحكومة للتخفيف من وطأة هذا الحصار الجائر بشكل عاجل لو سمحت؟ هلا نحن حكينا أنه مطلوب تطوير الأداء. نحاول نشتغل على المشكلة قبل وقوعها، يعني مو ننتظر حتى تقع المشكلة حتى نبدأ بالعلاج. نحاول ضمن الإمكانيات المتاحة. يعني أنا اليوم كانت عندي البطاقة الذكية، ما طيب تمام. أنا وجهت للسيد وزير النفط سؤال، أنت ليش ما استخدمت البطاقة الذكية لبعد 3 شهور من أزمة الغاز مثلا؟ هو ما بيعرف ليش. مشكلة هاي، يعني أنت كان ممكن أنت ببطاقة ذكية اللي هي حدت من الأزمة، احترمت المواطن، كان لازم حتى أسطوانة الغاز توصل للبيت. وين المشكلة؟ وين المشكلة توزع؟ أخي أنا دولي، أنا عندي مشكلة هلأ أخي، أسطوانة الغاز بيطلع لك عندي هلأ كل 20 يوم أسطوانة غاز، ما بدي إياك لأنا تنزل على الشارع ولا تتعذب. يعني أنت لما بتعامل شريك وبيشعر المواطن أنه متألم، أنت متألم معه وعم بتعاني معه وبتحترم إرادته وبتحترم كرامته، أنا واثق ويضحي. تمام. وهذا الخلل اللي السيد الرئيس أشاره بأداء السلطة التنفيذية، هون النقطة اللي كان عم بيشير عليها أثناء ما التقى بالإدارة المحلية وأعضاء الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية العربية السورية. مشكلتنا هون مبدئيا.
طبعا يعني الحديث يطول حول هذا الموضوع بنهاية هذا اللقاء. الدكتور سمير الخطيب عضو مجلس الشعب، شكرا جزيلا. خديجة عيني تسلم. أهلا وسهلا وكل الشكر لكم مشاهدينا الأكارم، دمتم ودام الوطن بألف خير. إلى اللقاء، يعطيك الفاتحة.